هنديفاين بقى حاجة أكتر شوية اللي هي زي الانتروبي. ده عبارة عن يعني برضو الديفينيشن بتاعه زي ما هنشوف كده من الكونديشن بتاع الاكوليبريا احنا كنا شفناها من شوية. احنا عندنا طبعا الاوميجا ستار بتساوي اوميجا تايمز اوميجا داش، يعني ده الايكويشن احنا كنا شفناها من شويه. لو احنا خدنا اللان بتاع الطرفين او اللوج الاساس اي يعني بتاع الطرفين، هلاقي ان اللان بتاع اوميجا ستار بيساوي اللان بتاع اوميجا زي اللان بتاع اوميجا داش. اوكي، واحنا اوريدي عملنا ديفينيشن للتاو بديفينيشن معين، احنا ممكن نلاقي الديفينيشن ده بيتحقق لنا بالشكل ده كده. يعني ممكن احنا ناخد واحد على تاو بتساوي ال دي باي دي يو لان اوميجا، لان احنا لو لقينا اللان بتاع اوميجا الديريفاتيف بتاعه عباره عن واحد على اوميجا في الديريفاتيف بتاع اوميجا دي دي يو. اوكي، فهي نفس الحاجه بالظبط، نفس الايكويشن احنا طلعناها للتاو، هنحطها بشكل مختلف شويه بالمنظر ده كده. هنديفاين الانتروبي بقى عباره عن كي بي في لان اوميجا. اوكي، فهنلاقي ساعتها بقى ان عندنا يعني نقدر نوصل على طول للايكويجن للنمبر اوف مايكرو ستيتس موجود عندنا في السيستم A من الايكويجن دي. اوكي، بتساوي اي تو ذا باور اس اوفر كي بي. اوكي، كي بي ده البولتزمان كونستنت زي ما كنا قلنا من شويه، والاس ده هو عباره عن انتروبي بتاعتنا. فنقدر نديفاين الانتروبي ان تيرمز اوف البولتزمان كونستنت واللام بتاع النمبر اوف مايكرو ستيتس، او ممكن اعرف المايكرو ستيتس ان تيرمز اوف انتروبي بنفس الشكل. في كذا خاصية مهمة جدا للانتروبي، وهي أول حاجة إن إحنا نقدر نطلع منها temperature definition. لو إحنا بصينا على دي اس باي دي يو، لو خدنا الديريفيتيف بتاع الانتروبي with respect to الانرجي يو، هلاقي دي بتساوي كي بي على تاو، ودي ممكن نشوفها بـ 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 يعني كالكولس بسيط. أوكي، الكي بي على تاو لو إحنا شفنا الديفينيشن بتاع التاو ده بيساوي كي بي التاو ده، إحنا كنا فاكرين كان بتساوي كي بي في تي، فمعنى كده ان الكلام ده بيساوي واحد على تي، يبقى معنى كده احنا ممكن نعرف في درجه الحراره ان ترمز اوف يعني الانفرس بتاع تغير الانتروبي ده. احنا شفنا واحد على تي بتساوي دي اس باي دي يو، يعني معنى كده ان انا لو خدت الديريفيتيف بتاع الانتروبي وذ ريسبكت تو الانرجي، خدت الانفرس بتاعه، ده هيجيب لي التمبرشر، او ده هيديفاين التمبرشر كديفينيشن ماثيماتيكال. الحاجه الثانيه ان من الخصائص بتاعه الانتروبي ان الانتروبي بتاعه السيستم هو عباره عن المجموع بتاع الانتروبيز بتاع الايه بتاع السب سيستمز، يعني اس ستار بتساوي اس بلس اس داش. دي ممكن بمنتهى البساطه نثبتها من الديفينيشن بتاع الانتروبي. الخاصيه الثالثه ان الماكسيمم انتروبي بيتحقق عندنا على ات اكوليبريم، يعني بالظبط كده احنا ممكن ان احنا بدل ما ندور على الماكسيمم بتاع البروبابيلتي بتاعه البروبابيلتي ديستريبيوشن بتاع المايكرو ستيتس نشوفها فين، لا احنا ممكن نماكسمايز الانتروبي ونحصل منه على الايكوليبريم. وفي نفس الوقت اخر خاصيه خالص، الانتروبي تشينج از ريليتد تو هيت فلو، يعني بمعنى ان احنا يعني بيتغير الانتروبي بتاعنا، لو احنا كنا شفنا ان هو له علاقه بالتمبرتشر، هنلاقي ان هو فعليا بيتغير اساسا بتغير ال